بسم الله الرحمن الرحيم. بحيي حضراتكم مهندس احمد شوقي السيد مرسي، والنهارده برضو هنتكلم في مجال تربيه الفسائل. واحنا قلنا ان ده مشروع جميل جدا، ومش عاوز اقول لحضراتكم انه يكسب اكتر من التمور. اللي حتى كمان انا بنصح العامه اللي هم عاوزين يشتغلوا برضو من ضمن المشاريع، بيعمل زي ما احنا بنجيب الدجاج الصغير كتاكيت ونربيه ونبيعه بعد ما يكبر. نفس الحكايه، ممكن حضرتك تجيب الفسائل صغيره في مساحه الارض بتاعتك وتظبطها كويس، تعمل الاساسيات بتاعتها زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات عشان ما يبقاش عندك مشاكل، وتعمله زي تفريخ، تجيب فسائل وخلال سنه تكبر ما عندك وتروح بيعها بالايه، بالسن الكبير. كمان في ممكن حضرتك تاخد يعني مثلا بعد كده اخد من الام، لو انا قعدت مثلا كل ما اقعد اذا كان راس المال بتاعي كويس وعظيم، ممكن اعمل ايه، اشغل واقعد 4 سنين وبعد كده انقل من الصغير واطلع الكبير. دي هتبقى سعر النخله بيبقى عظيم جدا، يوصل ل5000 و6000. فهنا ممكن ان انا مع مساحه الارض اكسب كويس. لكن اهم حاجه من كل ده، احنا يمكن عاوزين ننصح الناس تعمل ايه في الفسائل، لان الفسائل ده موضوع كبير جدا خالص، له برنامج تاني خالص بعيد عن عن كل البرامج اللي قدمناها، سواء تسميد او ري او مكافحه او مصارف او الى الاخر. ده موضوع على فكره موضوع جميل جدا، وكله دلوقتي بيبدا يتوسع في الفسائل. خلينا نشوف كده مع بعض حضراتكم بعض النماذج اللي انا قلت لعم عيد. صباح الخير عم عيد، هنكمل. كملت شلت الحشيش انت صح؟ طيب بعد اذن حضرتك، عندنا مثلا فسائل زي كده طلعت، لاحظ كده عم عيد اهو، بص دي ناشفه صحيح، شوف عامله ازاي جامده اهي، عامله ايه، ضغط على الفسيله طلعت، على الفسيله هتموتها. الله ينور عليك. بعمل ايه؟ بحاول انا ادعفوكها، هتقص من هنا اهو. ماشي، من تحت خالص بالراحه. لا ايوه ماشي ماشي. اللي زي كده الناس بتروح شايلها اصلا. لا انا مش عاوزك تستفاد، اصل هي بص واحده اللي طالعه لي ما استفاد، اخليها شغلها تاني بالراحه خالص. خنجل ايوه، الله ينور عليك. لا بالراحه على الفسيله برضه، ما تحركش فيها، لان هي كده سهله وجاهزه على كف الرحمن، ممكن تتشال. بص شيل ده كمان البنت، ايوه شيل مع فيها عفن من الميه، شيل هتتشال معاك على طول. شيل، ها شيل بالمشرط بتاعك وكمل. افتح الليف بقى براحتك بهدوء كده شديد، ها افتح من غير ما تجرح الفسيل. اللي زي كده هستفاد منها، ده هي واحده هتبقى حلوه قوي معاك، ما تشيلهاش. تشيلها ليه؟ ما انا عندي الفسيله ديت، الناس هتقول لي ده معوجه. لا ما هي هتعدل ما تقلقش، هي زي كده. شوف حضرتك هنعمل لها ايه، هنوفر لها سبل الراحه خالص ونهيئها انها تشتغل معانا، ومش هتشتغل يعني بتاع 6 شهور كده هتبص تلاقي بدات تعدل معاك، ما احنا وسعنا ليها وظبطناها وبقت زي الفل. واحد هيقول لي ده راكب، الراكب اللي بيبقى فوق خالص، لكن ده على الارض قريب من الارض اهو، فسيله بتبقى في الارض هنا ولها الجذور هنا، لكن انا عندي المسافه صغيره. طب هعمل لها ايه؟ هحط لها رمله جنب منها، هتشتغل عليها ان شاء الله على 6 اشهر. خلي بالك لا تجرح الجريده اللي عندك ده، هنقصها يا عمي، اللي هي ماشيه معوجه ده دي هتتقص ماشي بالراحه من غير ما تجرح الباقي. ودي برضو. ها ايوه، خلي بالك انا عاوزك كمان تشيل لي ده اهي، دي من هنا. في فسيله تانيه طالعه. نخلي بالنا، احنا كنا انشغلنا الحقيقه الفتره اللي فاتت، بيجي لنا شغل عارض كتير قوي، لكن عندي مهم جدا تربيه الفسايل. المفروض مجرد ما بشوف الفسيله طالعه يعني ده خطا مننا، لازم نعترف. ليه؟ لان الشغل كتير في قلب المزرعه، والعمل ده عمل فني لازم يتم التدريب عليه الاول. فاللي بيحصل
اول ما الفاسله تطلع معايا وهي صغيره، شفت المدام الحامل اللي بتروح للدكتور في البدايه وهي تعبانه في بدايه الحمل، لازم تقول لك تابع مع دكتور. ماشي، طبعت مع دكتوره او دكتور. بيجي بقى احنا اول ما بنشوف ان الفاسله عندنا بدات تطلع، اشوف لو في سعفه من دولت خنقاها، امشيها اسلك لها المكان بتاعها واحط لها الرمل اذا كان امكن علشان اسهل لها خروجها، ما يبقاش زي ما انتوا شفتوا كانت الجريده او السعفه كتمها خالص. طبعا هو اللي شالها ديت ده من تحت، لان هي انا باخد واحده بس. تمام، ما هو ده من ضمن التشوهات. عاوزك تشيل ده، ده مشوه. تمام، شيل ده بقى، ده اللي مايله ده وخانقه برضه، ما عشان تاخد راحتها بس بالراحه. ايوه، بالراحه خالص، حافظ على الفسيله. لا انا عاوزك بقى بفهلوه، عاوز تشيل دي شيلها بفهلوه، شيل الضغطه دي. ماشي، كمل رش يا مهن بالراحه. بص، لا قص الاول اهي، اذا كانت حايشه معاك اهي قص دي من هنا اهو، اهو بالراحه، عشان ديت متحكمه في دي لو شلناها. بص يا عم عيد، بص يا عم عيد، خليك معايا الاول. دي لو سبناها هتيجي تعدل، دي هتحش من هنا، هتكون دي نشفت. فانا عاوز اشيلها من هنا اهو بالراحه كده، اهو تقص كده اهو بالراحه كده اهو، من غير ما تجرح دي كويس، عشان تاخد خط سيرها بعد كده وتتعدل. لو انت عاوز تشيل السعفه ده اهي، الكرنفه ده اهي الناشفه ده اهي مضايقاك، ماشي، عاوز تشتغل بفهلاوه بالراحه، بالراحه خالص بهدوء عشان ما ايه ما تاثرش عليه، بالراحه خالص من غير ما تجرح او تحرك الفسيله، لان هي كده على كف الرحمن جاهزه انها تتشال. انا مش عاوز اشيلها، هي شغلانه بسيطه لو خدت بالي بس. بس بس ما تلاقي اكتر من كده، ما بالراحه بقى مع الحفاظ على الفسيله. طيب شوف انت جراح دلوقتي، بالراحة خالص، بالراحة خالص بهدوء شديد. لا مش عاوزك تشد الورا. بص شوف لو طبعا في عدة بتبقى للنخال، المفروض ان العدة دي تكون موجودة في المزرعة الفترة الجاية ان شاء الله، هنوفرها لهم علشان تجيب معانا تبقى ايه زي المشرط بالراحة خالص. ايوه الله ينور عليك عم عيد، استاذ عم عيد. طبعا دي بنقعد زيها لانها سندة ماسكة اللي... بص اللي بقى الحته ده، هي الجزء ده اهو، الجزء ده بس مشوه ده. اتفضل. الفسيله ديت ما حدش يقول لي ده بتاخد وقت او او او، لا الفسيله دي لما ربنا يكرمك ممكن تبيعها ب 1200، ب 1000، ب 1200، 1500، فاهي مش خساره فيها الوقت ده. انتوا بتتابعوا معانا الوقت اللي هتاخده، وبقول لا واللي تحت كمان المشوهه اللي قلبه ده، الجزء اللي فوق بس، الجزء اللي فوق، لا اطلع فوق شويه تاني، لا لا ناحيه ايدك الشمال اللي هنا اهو، اهو دي البدايه اهي. من هنا كده. ايوه، خد لي بقى الجزء الايه الفس. ايوه، ها بالراحه من غير ما تجرح الباقي. ايوه الله ينور عليك. طب ودي هندسه؟ بس لا اخد لي شويه عشان نرفعها الارض. خد الحته اللي الجزء بس اللي هو تحت ده المشوه برده ده. ايوه بالراحه، عقم بقى، يلا عقم بقى، بس ما تلعبش فيها في اي حاجه، مش عاوز حاجه خالص. لا عقم الاول، عقم مطرح ما قصيت. دي مواد مطهره اللي هي ضد الفطريات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. الفسيله اللي زي كده زي ما قلنا لحضراتكم ان شاء الله هتشتغل وتبقى زي الفل، وانت اولى بال1000 جنيه. هتاخد مننا وقت ايه؟ خليها تاخد الوقت ده، انتوا بتتابعوا معانا الفيديو، مش هنفصل ان شاء الله. عملية بسيطة خالص، وخلي بالي من الري بتاعي، هتشتغل وتبقى زي الفل، يبقى أنا وفرت 1000 جنيه. فاللي زي كده محدش يشيلها أدام قريبة من الأرض أهي. أنا ممكن أشيل إن هي اللي تطلع فوق خالص جنب التاج، ولو أنا عندي النوع نادر وصعب إن أنا إيه أجيبه ومعنديش تاني نخل ولا حاجة وأنا عاوزها وخلاص، سهل برضو إن أنا أخليها، ان انا اروح حاطط عليها شقاره كبيره واروح لفيف عليها موصلها ببعضيها واروح حشيها رمله وابدا احط لها ميه خفيف كده مع مواد ضد الفطريات،
تقوم تعمل جذور، لما تكبر اروح شايلها وازرعها. لكن انا يعني الحقيقه يعني ما ان حد يسيب رواكب تشوه من على الساق، لانها بتسحب غذاء كبير جدا من النخله وبتشوهها، وبالتجربه بتبقى عرضه للاصابه عن اي نخله بسوسه النخيل اللي هو الراكب اللي فوق. على يعني فكره ده بيبقى موجود معظمه في النخيل الانسجه، عشان نتكلم بصراحه كده. اللي يزعل من المعامل اللي هو حر براحته يزعل، بس دي حقيقه. دايما في البرح بالذات بلاقي ايه حاجات زي كده، تشوهات في الفسايل بتطلع فوق زي ما قلت لحضراتكم على الساق، انحناء التاج، الطمور مشوه، حاجات زي كده بتحصل. طبعا مش في كل انواع البرح، اصل ايه كده اتعقمت فض 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 كده فض بالجرد العفو، لان انا هعلي فوق، لان فوق هيبقى عندي جذور. عال ما هي قريبه من الارض، ده اللي انا بعمله من فوق، بحط شكاره. لا انا هنا اهو، هي لوحدها خلي بالكم، انا وسعت لها هتروح عادله لوحدها بقى بامر الله، هتعدل وتبقى فسيله زي الفل ان شاء الله. اللي المزرعه بالكامل فيها طبعا فسايل زي كده، ارفع النقاط فوق. هتجيب رملة تاني، بس خلينا نكمل وبقى كمل الرمل. بص الرملة بتاعتك هتجيلي لحد هنا اهو. ماشي ماشي لحد هنا اهو. طيب الداير من هنا اهوت، عاوزك تعمل لي داير خرطوم زي ده اهو، توصله منه يبقى على المنطقة دي كده اهو. ماشي خلاص، داير داير زي ده بالظبط، نحطها في سيل يعني. بس بعد ما تحط الرملة. ماشي خلاص. ماشي. طيب من هنا طبعا احنا عرفنا كده، هو ده يعتبر الشغل، هيحط رمله زي ما احنا شفنا، ومصدر الميه اللي هتبقى قريبه عشان ايه للجذور. لكن اللي هنا هتلف لوحدها وهتبقى فسيله ممتازه جدا. لم بقى اللي دي طهرتها، الحته دي ما طهرتهاش، عقامه عشان ما تجيبش سوسه النخيل اهو. اللي ده الدواء بتاعنا اللي احنا عاملينه له ريحه نفاذه جدا، ده في نفس الوقت ايه بالنسبه للنخله اللي احنا عملناها اللي هي الفسيله، بتبقى عمليه تعقيم عشان خاطر الامراض والحشرات وتبعد سوسه النخيل. تمام، نتخلص منهم برده بعد ما تحط الرمل. دي تعتبر الوقت اللي احنا ايه هجيب رمله هنا. ماشي هات رمله وانا هكمل برده، ومهني طبعا بيرش دلوقتي. برش. احنا شفنا دلوقتي اهو موضوع بسيط خالص. في المزرعه بالكامل فيها شغل زي كده، كل الفسايل احنا اتعلمنا دلوقتي ازاي نربي الفسيلة اللي زي دي في المزارع، بيروح شايلها على طول. خلي بالك لما بتشيلها النخلة، لما تكون لها واحدة زي دي النخلة بتزعل، عارف انت كده دلوقتي النخلة اتبسطت. ولذلك لما يبقى في نخلة عندي بالتجربة مريضة وفيها حشرات وفيها فسيلة او اتنين او ثلاثة، خلي بال حضرتك لو هي ما فيش فيها فسايل ممكن تموت منها. النخلة بتعافر حتى مش عشان خاطر نفسها، عشان خاطر ابنائها. تخيلوا كده، دي كده النخلة اتبسطت ان شاء الله. هي بتحس وما من شيء الا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبحهم، صدق الله العظيم. كل ده بيسبح بحمد الله وله لغته، زي لغتك، زي لغة الحيوانات، زي الطيور، زي الحشرات. ده بالذات النخلة جميلة جدا وفيها لغة، بتلاغي بعضيها وبتحب بنتها ويحب ابنها زي اي ام بالظبط. فكده خلاص هيكمل الرمل وما سيبهاش كده عرضة للحشرات، زي ما انتوا شفتوا طهر مكانها باي مواد. بالنسبة لحضرتك ممكن تحط حتى بودرة ميلاسيو، وتروح حاطط المية بتاعتك. بعد ما تحط الرملة تخلي بالك منها، هتتبسط النخلة، تقوم معاك حتى الأم، ودي هتتغذى وتبقى كويسة النخلة. الله ينور عليك يا عم عيد، الله يديك العافية. ما ترميش أي فسيلة عندك، لازم تعرف حضرتك تشتغل ازاي وتشتغل زي الجراح. معلش دي هتاخد منك سطلين كمان. مفيش مشكلة. ولف حواليها يا عم عيد، يعني ان زادت برضه خلي مهني يجيب لك 3 4 سطلات حتى داير ما يدور. تعلي اللي الرمله اللي انت بتحطها ده يا عم عيد، ما فيش فيها مشكله. ليه؟ ده انت بتساعدها كمان انها ترمي فسايل تاني جديده. صحيح.
كل ما تحط رمله، شفت اللي احنا عملناه كله، الرمله اللي هناك الطب التاني ساعد معاك. صحيح خلاص صحيح. فالرمله ما تخافش منها، زود لفوق هيخلي النخله ترمي في سايه. الله ينور عليك. وبعدين خاصه ان احنا حاطين جير زي ما انت شايف، فما فيش مشكله، وبنرش واخدين بالنا. لازم الرش، لازم قبل ما احط الرمله اكون دهن الجير بتاعي. الناس اللي هو بتسال عليه لازالت في عند اشقائنا في العراق الاسئله كتيره قوي دايما، وانا بتكلم عليها كذا مره، لكن عمري ما همل ابدا ان انا ارد على حضراتكم اهالينا في العراق. ربنا يبارك فيكم، احنا بنحبكم في الله. ده الجير اللي هي بيستعمل في مواد البناء، بيبقى موجود عند مواد البناء اللي كانوا بيدهنوا بها البيوت قد زمان، اللي كانت بتتعمل بالطفله الطينه، كانوا بيجيبوا الجير ده اللي هو بيجي من الجبال ويدهنوا بيه البيوت، هو نفس الجير ده. وده له وظائف كتيره جدا. اولا هيمنع الفطريات يا عم عيد، ما فيش فيها مشكله، ده بيمنع الفطريات من الميه، لان دي ممكن تتبخر بالميه، هتيجي على الجز على الايه على الساق، عمرها ما هتعمل معاك فطريات. صحيح. خلاص، فما تخافش فيها. الرمله بتشجع الفسيلة، عارف دي بعد كده لو ربنا حيانا وجينا تاني هتبص تلاقي الفسيلة دي كده الأم بدأت هي هتفضل تمشي بجذورها، وتبص تلاقي مدت لقدام، عدلت وتطلع لقدام بعيد عن الام، مش هتبقى ملاصقه قوي كده. وفي نفس الوقت الام بقى تتشجع، ما بنت صحيح. بنت دور واثنين وثلاثه واتبسطت، تبتدي بقى ايه تسكن عيال، تجيب عيال عيال من هنا، وتتشجع اللي هي الفسايل وتنمو معاك وتبقى كويسه. فالرمل بيعمل عمليه تشجيع لظهور فسايل. وظيفه حضرتك كده وانت ماشي، طبعا انت واخدها كده بالدور. عاوزك بقى يا عم عيد، المفروض الشغل ده كنا عملناه من زمان، بس انت شفت الاعمال اللي بتظهر لنا جديده. صحيح. صحيح. وما ينفعش ان انا اسيب برضو كلها قويه، لكن مهم عندي قوي تربيه الفسايل، لان احنا قلنا لما ربنا يكرمني لو انا بعت فسايل اجيب تكاليف المزرعه بتاعتي في اول بيعه، والارض كمان اجيب ثمنها منه، مشروع مربح من الفسيلة. فانا عاوزك لما تعدي والفسيلة لسه صغيرة طالعة كده، والكلام ده للعامة خلي بالك، وهي لسه طالعة، تعمل ايه؟ لقيتها مخنوقة بين السعف زي كده، تعمل العملية اللي احنا عملناها، ومش هتتعبنا زي كده، لانها هتبقى في المهد جديدة. صحيح. صغيرة صغيرة، هتطلع عدلة معاك على طول، وتبقى كويسة ان شاء الله. ان شاء الله. خلاص يا عم عيد، ان شاء الله. يلا شد حيلك، الله يعينك. اللي هتاخد بقى، تاخدوا انتوا القطاع ده كله، القطاع اللي هناك، انا بس ديت عشان ايه قدام الاستراحه قلنا نعملها اهو، لكن في زيها طبعا كتير في الجنب التاني. في خلاص قطار قطار كده، صف صف وانتوا ماشيين. كل اللي محتاجه زي ما احنا تواصلنا طبعا الثلاث ايام اللي فاتوا، كلهم كانوا تدريب عظيم. صح. يعني ما ملناش اي حاجه. لا 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 لا، احنا تقريبا عملنا جميع انواع الفسائل اللي ممكن تقابلها، المواقف اللي تقابلك. صحيح. تتعامل معاها، بس دي كانت جديده عليك النهارده. النهارده كانت جديده عليك طبعا. عرفت هتتعامل معاها ازاي؟ طبعا. انا ما هحط رمله تاني. النخله بالكامل. ايوه بالكامل، تعلى فوق هتشيل حتى الخرطوم ده اللي تعبك كل شويه، وبعد ما تخلص حط ماشي. وتعمل لي داير كمان صغير يرشح ميه جنب منها. ماشي. خلاص ماشي. المصرف هنسيبه كده شهر شهر ونص. ايوه. ها مش هنعمله دلوقتي. المصرف يا عم عيد هو الحمد لله اشتغل اهو، وخلي بالك نسبة الملح اللي جوه موجودة اللي بتصفي بتفتح مسام التربة، هتفتح معاك وهتبدأ يشتغل، لكن انا مش هقدر اغطي دلوقتي واحط المواسير بتاعتي واردم عليها واشتغل. واحنا قلنا هتبقى نحط طبقة من السن ده تحت، اللي هو السن ده هو هنبقى تحط برضو عشان الحياة والموت تبقى عرفت. عندك السن ده عندك موجود، وعندك المواسير موجوده. تمام. الاول انا بسيب ده ليه دلوقتي؟ لان التربه سيئه الصرف، في جوار لسه فيها ميه زي ما انت عارف، مليانه ميه، فدي مش هتتصفى في يوم وليله. صحيح. فانا عاوز اعرف هتتصفى ولا لا، اللي هي في الجانبيه من هنا ومن هنا، خدت بالك؟ فانا عاوز اعرف هتصفيها في الشهر ده ولا الشهر ونص ولا لا. اذا ما صفتش، لان مش هتنقص مره واحده. صحيح. مش اصبح الصبح لا خلص. لا لا لا، واحده واحده مع الميه مع الملح اللي فيها تفتح. ما فتحتش انا سايب ده ليه؟
عشان اخد بقى جانبي، اعمل صرف جانبي اروح داخل عليها اصف الميه اعمل لها صرف معاها، احول في الصرف الرئيسي من هنا ومن هنا. خدت خط 2 3 ممكن اعمل 4 خطوط جانبي شمال ويمين، لكن الميه بدات تنزل عندك في الاول صحيح، وفيها في الاخيره برضو ولكن ببطء، فلازم نطمن الاول قبل ما نشتغل. براحتك حاجتك عندك، اللي هيحصل انت هتروح حاطط السن بتاعك بالمتر الاول. اشجار الفاكهه اللي الناس بتسال في المصرف، اشجار الفاكهه على متر ونص بعمل لها المصرف بتاعها، الخضر على متر واحد، وبيبقى عندي ميل بقى بحط بقى السن بتاعي هنا اهو طبقه وكده وانا ماشي كويس ماشي، واروح عامل المواسير بتاعتي اللي عاملها في بعضيها. وانا طبعا هعمل ايه، اربع بيارات زي ما قلت لحضرتك، اربع حوايط هيتفقع حفر جوه بالصاروخ من جوه بعلامه كده، هنجيب قطر الماسوره بالقلم عليها على كرتونه وبعد كده الكرتونه القرص اللي هجيبه ده هروح عامله على ايه، على الماسوره الاسمنتيه اللي هعملها زي غرفه لتفتيش كده وعلى متر ونص، واروح ايه ثاقب كل ده على قد الايه الكرتونه فاتح عشان اركب فيها الماسوره كويس ماشي. ومعايا ميزان الميه ويبقى الميل النقطة بتاعت ميزان الماء مش في النص تبقى مايلة كده على ايه، على اخر الخط صحيح. خلصت ديت طبعا هنا في واط وعالي صحيح، السن معاك والكوريك ويدي لحد ما تظبط معاك صحيح. خلاص ظبطت وتمام، اروح مثبت بالاسمنت الغرفة بتاعت اللي هو الماسورة كويس، واجي عند اللي هناك نفس الحكاية اعملها كده والميل برضو الناحية التانية، وبقى مشيت على كده ظبطت. بروح اعمل ايه بعد ما خلصت كده، اروح جايب فوق منها سن تاني فوق الماسوره، فوق الماسوره خلاص. طبعا الماسوره فيها الايه تقريبا كام سم هندسه تحط فوق قد كام سم بتاعت كام سم انت عندك؟ لا مش اقل من 10 سم، ان زدت ماشي يبقى بارك الله فيك عشان تاخد من هنا ومن هنا لان انا عاوز المنطقه دي كلها منفسه، التربه تجيب من هنا السطح من هنا ومن هنا تقوم تسهل معايا الميه تمشي، وفي نفس الوقت انا بحط السن ده عشان ما يكتمش الثقوب اللي موجوده في المواسير صحيح خلاص، ولذلك الشبكه اللي احنا جايبينها تمنع كمان ايه دخول الايه صحيح عشان ما تقفلش الايه ده معايا هو الخيش اللي حطيت السن بتاعي وتماما عدلت تحت اهو هعمل وصله واحده وصله واحده واكملها وبعدين اكمل اللي بعدها خلاص ماشي هندسة. خلاص ان طبعا اتكلمنا في الاول مش هنرجع ليه تاني ان شاء الله. حطيت السن فوق هجيب الشكاير اللي عندك اللي هي منفسه دي وافردها كده عليها وبعد كده ابتدي احط التربه بتاعتي تاني او احط الرمله اللي هي ايه يبقى تبقى خفيفه ما تبقاش اسمنتيه زي دي كده خلاص، اروح حاططها وبعد كده بردم بقى بردم طول ما انا ماشي، والوصله اللي بعدها بوزن عليها والوصله اللي بعدها بوزن عليها بنفس الطريقه، وكده يبقى خلص معاك ان شاء الله المصرف. لكن دلوقتي انا مش مقاول عشان احاسب وحاسب المتر ب 500 وناخد فلوس والراجل يعمل، لا ده رزق بتاعهم ربنا يكرمهم، لكن المقاول الفرق ان هو عاوز يخلص عشان يقبض، انما دي مزرعتك صحيح لازم تدور على الايه على كل شيء صغير فني تتابعه بنفسك، اي حاجه صغيره ما انا بمر هنا هو دوك هيخلص ويمشي مش الله ينور عليك، اولا قلت في التكاليف معاك ده انت عشان تعمل بالمتر مش هتخلص هتدفعك نص ثمن المزرعه على ما تخلص، لكن انا فحرت بالطريقه اللي ريحتني وظبطت الدنيا وببتدي اراقب من هنا ومن هنا واشوف شغلي، ما انا كده موجود عشان انا باخد اجر صحيح، وانت بتاخد اجر وده بياخد اجر، مش هنكلف صاحب المزرعه في حاجه صحيح، وشغالين كده واحنا بنتابع بنفسنا نشوف والله لقينا هنا هروح اعمل خط عليها هنا كويس الصرف لان التربه لها مسام صحيح، تفتح من هنا فينا قافل هنا فاتح، ممكن احط خط من هنا واحط خط من الاخر، ممكن ما احطش الناحيه دي ما الميه صرفت، ممكن احط من هنا، يبقى انا براقب براحتي خالص وشايف شغل صحيح، ما كده شغال المصرف برضو معايا مش قايل لا شغال صحيح صح صحيح. لكن انا لما ايقن واخلص واقوم ادي قراري وما يكلفنيش برضو هنعمله، انا نفسي هشمر معاكم واروح نازل هعمل لك لو ربنا ادانا عمر واروح اعمله لك على الميزان وخلصت الدنيا خلاص، واللودر التاني روح اعملها خلصت الموضوع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. النهارده طبعا انا اكمل قطاع انا كده عشان طبعا ايه بالمره الملاحظات عشان انا بسجلها لك خلاص، طبعا انت هتبدا من قطاع جيم تكمله للاخر صف صف انت ومهني ماشي
بالترتيب، ما تسيبش حاجه لما النخله، كل نخله كل النمو طالع جديد فسيله جديده زي ما انت شفتها تروح مسلك لها. الباقي انت شفته في الفيديوهات والساده المشاهدين شافوها. الميه خلي بالك، الميه دلوقتي الكلام ده لكل الساده المشاهدين وليك يا عم عيد، دلوقتي مجرد ما الحبايه المانجا زي ما عندك كده توصل لثلاث ارباع حجمها او ثلاث تلتاتها كده، خلاص يا فاضل في حاجه صغيره ابتدي اخلي بالي من الميه. الميه مش كتير خلاص للمانجا بالذات. التمور لسه عايز شويه ميه تاني خلاص، ميه ميه قبل ما هتبدا تلون اروح قالل بقى عشان ما تتشوهش مني. خلاص كذلك الامر المانجا، الميه بانتظام في الحر ده اهو الشديد ده اهو، لازم انا ملكت ان انا ادي رشه بخه الصبح وبخه اخر النهار يبقى كويس، لان طبعا الارض بتنشف منه من درجه الحراره وتحت منها الجذور بتنشف اللي هي زي الاوعيه نشفت، هتمشي غذاء ازاي؟ فمهم قوي الميه بتاعتي كل يوم الصبح زي ما انت شايف كده اهو 10 لتر على الاقل توزيعه مع الريه الاسبوعيه اللي انا بديها. خلاص الميه خلي بالك لان الـ الناس ما جابولكش ميه والحوض اهو فاضي. خلاص يعني طبعا احنا اتصلنا بيهم وان شاء الله قال لك هجيب لك الميه، عشان الميه مهم. الشغل اللي بنعمله من غير ميه ولا حاجه صفر. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يحلوا مشاكلهم بسرعه شديده جدا. لازم يبقى عندك ميه، دي النقطة اللي بركز عليها، ونشوف اللي كل مسؤول. حتى مياه الشرب اللي بتتقطع دلوقتي، احنا عندنا في عين غصين محافظة الإسماعيلية عشان تحديدا، لأن دي أنا حتى يمكن عملت نداء للسيد الرئيس على صفحتي قلت المياه قطعة بقالها 5 أيام. الناس اللي مش واخدة بالها ومش حاسة إن المياه تساوي حياة، اتقوا الله، المياه تساوي حياة. لما الواحد يخش يتوضأ ما يلاقيش مياه حرام عليه، وحرام ان يبقى اسمه مسؤول اصلا. انت ازاي مسؤول؟ انا هنا في شغلي براعي ربنا في عملي، انت شغلك مسؤول في شغلك تراعي ربنا والناس كلها في رقبتك. الميه لازم توصل، الناس اللي هنا اثرت في الميه لازم يتخذ معاهم اجراء، وبحملهم المسؤوليه لاي نخله تتاثر او اي شجره تتاثر او اي نبات عندك يتاثر، ولازم يتحاسبوا. عم عيد انا بشكر حضرتك وكده، انا خلاص اهم حاجه زي ما قلت لك الميه والنموات اللي انا شفتها لها والتنظيم الميه اللي كل والرش زي ما احنا قلنا. شكرا يا عم عيد، صباح الخير.